في ورشة لتصليح السيارات بناحية الصقلاوية يعمل هذا الصغير بيدين ملوثتين بالزيت والكربون ووجه يشع ببريق تحمل المسؤولية المبكرة. إنه إبراهيم البالغ من العمر 11 عاماً، يجمع بين الدراسة والعمل ليعيل والدته التي غيب زوجها خلال أحداث الصقلاوية قبل 8 سنوات. يبدأ إبراهيم يومه في ساعات الفجر الأولى ذاهباً إلى الورشة، وبانتظاره تحديات جديدة كل يوم، من رفع الإطارات الثقيلة إلى تنظيف قطع المحركات الملوثة. إبراهيم كغيره من الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة تجبرهم على البحث عن العمل دون أن يدركوا أن البراعم أمثالهم يجب أن يحصلوا على أبسط حقوق الطفولة. اسمي إبراهيم ضياء إبراهيم، العمر 11 سنة. قبل 8 سنوات أبويا فقد بإحداث الصقلاوية، دورنا عليه ما لقينا. أنا معويش 6 نفرات، يعني أشتغل وأدرس، مصروف نوبات 5 نوبات 8 9. أشتغل من الصبح للمغرب، وبالليل أبلش أقرأ. الفلوس اللي أجيب هنا راح أجيب من خضر له. أكثر من 600 عائلة في الصقلاوية بعد فقد ذويها تواجه ظروفاً اقتصادية قاهرة تجبرها على إرسال أبنائها إلى العمل. يوم بالمدرسة ويوم بالشغل، يعني هيجي الأمر مالتهم. يواني حتى الولد الكبير والله حتى مريض وحيل حيل، يعني أموره تعبانة، ولا لجنة تجي علينا، لا شيخ، لا حد يداعي بيها. في ظل الظروف القاسية التي يعيشها إبراهيم وأمثاله من الصغار، تتبين الحاجة الملحة إلى دعم هؤلاء الأطفال وتوفير بيئة تساعدهم على النمو والتعلم بشكل صحيح. قصة إبراهيم هي واحدة من مئات القصص الحزينة التي تؤشر خطورة واقع الأطفال في الصقلاوية، إذ يتحملون أعباء الحياة في سن مبكرة جداً ويعقدون الأمل بأن يجدوا من يمد لهم يد العون ليعيشوا حياة كريمة. من الأنبار، أحمد فلاح، التغيير.